أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم أكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجا. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان، يا فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجا. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان، يا فتحت باب علمني معنى الحياة. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوه جدا. بشكر سياده الرئيس على الدعوه ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس اتحاد الشرطه، واتحاد الشرطه كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميله جدا لما رحنا الاسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصوره جدا في دراستي، وبقيت بروح اماكن جديده. الحياه بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي، ما فيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما روحت الاسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل افكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت اصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب ان يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزاره الداخليه على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافه الفئات بخاصه قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيره بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود. لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش لاقيها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة. هنا في الأسمرات في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا، في النادي بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكرا للي نادى وادى فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حققه بلا، ورى العالم كله بجد حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معاه. شكرا للي نادى وادى فرصة للحياة، حق الإنسانية بكم قوي قوي. وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخليزي. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده، الله معاك كمل ويلا احنا. متخيلة ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية، وبحبك يا رئيس. فرحانة جدا اني جيت قضيت اليوم ده وموجودة وسط الضابطات والضباط، وفرحانة جدا وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياة اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرة هي الاولى من نوعها
تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهمية يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. الرئيس السيسي وأمير قطر يتفقان على دفع آليات التشاور لصون الأمن القومي العربي. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من القوات الاحتلال. تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو حول قصف محطة زيبورجي النووية، والأخيرة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الأزمة. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة جديدة على شاشة النيل، مرحبا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير تميم ابن حمد آل ثان أمير دولة قطر، والذي أعرب عن التقدير العميق للجهود المصرية على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة. من جانبه أكد الرئيس السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم التوافق على دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا في إطار صون الأمن القومي العربي. تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لتعديل الحكومة للقانون رقم 38 لعام 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة، مشددة على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت ساحة المسجد الأقصى اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية. وتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية. طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا، وذلك على خلفية الهجمات الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زيبورجية.
من جانبها أعلنت الحكومة الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل قصف ضواحي منطقة زابورزيهيا التي توجد بها محطة الطاقة النووية، كما وردت أنباء أنها تستعد لربط المحطة بشبه جزيرة القرم. من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا أن القصف الأوكراني للمحطة النووية يضع العالم على حافة الهوية، وأضافت أن قرار منع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التفتيش على المحطة غير مسؤول ويترتب عليه أحداث خطيرة. لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم، بينما أصيب 13 آخرون في غارات بمنطقة دونبيتسفيك وسط أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة إن القوات الروسية استهدفت المنطقة ب80 صاروخا من طراز جراد، مضيفا أن الهجوم ألحق أضرارا بأحد خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدة آلاف من السكان. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم وقع بالقرب من محطة زاربويجية للطاقة النووية، وهي أكبر محطة في أوروبا. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا استحدثت بشكل شبه مؤكد تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا، وأنها أطلقت عليها اسم الفيلق الثالث، ومقرها مدينة مولينيو شرقية العاصمة موسكو. لدعم عملياتها في أوكرانيا استحدثت روسيا بشكل شبه مؤكد تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الوحدة التي يطلق عليها الفيلق الثالث مقرها مدينة مولينو شرقي العاصمة موسكو. وأضافت الوزارة أن القادة الروس ما زالوا يواجهون تضاربا في أولويات العمليات لتعزيز هجومهم في منطقة دونباس الشرقية، فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب. من جانبه قال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفيسكا بوسط أوكرانيا إن أكثر من 13 شخصا قتلوا في قصف روسي على المنطقة، تزامنا تعرضت قاعدة جوية بالقرب من منتجعات في شبه جزيرة القرم لسلسلة انفجارات قالت موسكو إنها ناجمة عن ذخيرة مخزنة وليس نتيجة هجوم. في سياق متصل، دعا رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطة الطاقة النووية في البلاد إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في موقع محطة زابورجيا النووية التي تعرضت لقصف تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلفه. وأعلنت أوكرانيا أنها أجلت 3000 شخص على الأقل من منطقة دونيتسك الشرقية منذ بدأت عمليات إجلاء إلزامية. في محاولة لتجنب الشتاء القارس خلال الأشهر المقبلة، أعلنت أوكرانيا أنها أجلت 3000 شخص على الأقل من منطقة دونيتسك الشرقية منذ أن بدأت عمليات إجلاء إلزامية الأسبوع الماضي. نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية قال إنه في الأيام الستة الأخيرة تم إجلاء أكثر من 3000 مواطن، بما فيهم نحو 6000 طفل و1400 امرأة، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء الإلزامي تتواصل. منطقة دونيتسك شرق البلاد التي أصبحت الآن هدفا للقوات الروسية تم إجلاء نحو 1,300,000 شخص منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جزئية من قوات انفصالية موالية لموسكو منذ العام 2014. وكان العديد من الأوكرانيين في منطقة دونباس الشرقية التي تضم دونيتسك ولوغانسك مترددين في المغادرة بسبب نقص الموارد لبدء حياة جديدة أو عدم وجود أي مكان آخر يذهبون إليه، خاصة بعدما شهدت كل من دونيتسك ولوغانسك أسوأ المعارك. قررت الولايات المتحدة تخصيص 89 مليون دولار إلى أوكرانيا مخصصة لنزع ألغام أرضية زرعتها قوات روسية. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الألغام تمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة وتؤخر جهود إعادة الإعمار، كما تعيق عودة النازحين إلى ديارهم، إضافة إلى استمرارها في التسبب بقتل المدنيين.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت إرسال صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها الوزارة بإرسال الصواريخ. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو. وأوضح بايدن أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بأغلبية كاسحة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. وأكد بايدن مجددا التزام واشنطن بالدفاع عن جميع أراضي حلف الناتو في مواجهة أي تهديدات. وصلت البحرية الصينية تدريباتها قبالة السواحل الشرقية والغربية لتايوان، احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بريوسي للجزيرة الأسبوع الماضي. ومدت الصين أكبر مناورتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وتضمنت التدريبات إطلاق صواريخ باليستية مر بعضها فوق العاصمة تايبي، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان. هذا وقد اتهم السفير الروسي لدى الصين الولايات المتحدة باستغلال كل فرصة لتعزيز هيمنتها حول العالم، فضلا عن أنها تقوم بخلق مشاكل وأزمات عديدة، وبأنها تنتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وأشار في هذا الصدد إلى تحويل أوكرانيا لتهديد الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بليوسي إلى تايوان. وأكد السفير الروسي حق الصين في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي القوة الدافعة وراء الحركة من أجل أولوية القانون الدولي على القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة منفردة. ونعود إلى ملف انضمام فنلندا وسويد إلى حلف الناتو، ومزيد من المتابعة انضم لنا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل ترك خبير العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل بعد التحية، كيف تقرأ هذه الخطوة وإلى أي مدى تضيف للحلف؟ يعني تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين بداية. ثانيا يعني خلينا نقول انه ونذكر السادة المشاهدين انه العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا في 24 من فبراير الماضي هي التي جعلت ان يكون هناك تغيير حقيقي في سياسة الحيادة التي كانت تنتهجها السويد وفنلندا على مدار عشرات السنوات. وبالتالي كان هناك إصرار غربي ومن الولايات المتحدة تحديدا على أن يركزوا على قاعدة أساسية لحلف الناتو، وهي أن تبقى يعني أبواب الحلف مفتوحة لكل الدول التي ترغب في الانضمام دون يعني الاعتبار ل مخاوف روسيا، يعني رفض روسيا لأن يظل الحلف مفتوحا وأن يضم إليه دولا تقبع بالجوار الجغرافي لروسيا وأن تكون مهدد للأمن القومي الروسي. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جعلت هناك تخوف حقيقي ومخاوف حقيقية على أمن شرق أوروبا، وبالتالي سعت الدول للانضمام لتقوية الجبهة الشرقية لحلف الناتو. فيما يخص إذا كانت هناك إضافة حقيقية لقوات حلف الناتو، أنا بعتقد أن الإضافة لا تكمن في أن يكون هناك قوات جيش حقيقية إضافية لهذا الحلف، خاصة أن السويد وفنلندا على مدار عشرات السنوات كانت تنتهك سياسة الحياد، وعدد القوات العسكرية فيهما محدود ومتواضع للغاية، وإنما الإضافة الحقيقية هو أن يكون للحلف يعني حدود مشتركة مع روسيا. يعني فنلندا وحدها لها حدود مشتركة مع روسيا أكثر من 1330 كيلومتر، وهو ما يعد يعني إضافة حقيقية لأن يتمترس الحلف بقواته بالجوار الجغرافي لروسيا وأن يكون مهدد حقيقي
هذه يعني فيما يمكن أن نسميه معادلات الجيوسياسية أو الاستراتيجية للضغط على دولة كبرى مثل روسيا، ولكن يعني هناك اعتبارات أخرى لها علاقة بمحاولة أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل مع الشركاء وأن تستطيع أن تجمع الحلفاء لأكبر عدد ممكن من الدول وأن تبقى على سياسات الحلف دون الرضوخ للضغوط الروسية فيما يمكن أن تمنع دولة يعني استوفت الشروط للانضمام للحلف بغض النظر هي ترضى أو ترغب. دكتور، ما هي الخيارات أو ردود الفعل المتوقعة من الجانب الروسي إذا هذه الخطوة؟ يعني بمنتهى البساطة روسيا كانت لا ترغب في مثل هذه الأمور أن تحدث، ولكن بما أنها حدثت ولا تستطيع أن توقفها، هناك 23 دولة على رأسهم الولايات المتحدة يعني وقعت أوراق الانضمام فعليا، يبقى هناك 7 دول وعلى رأسهم تركيا من الممكن أن تبتز بعض الدول الأوروبية للعمل على أن تصل إلى تسويات مرضية بعد الاتفاق الثلاثي الموقع مع روسيا مع فنلندا والسويد بشأن هذا الأمر، ولكن تبقى لروسيا الخيارات المتعددة، خاصة أن الرئيس الروسي كان له خطاب شهير وأنه لا يعارض إذا كان الانضمام سيتم من روسيا من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، فإن هذه نقطة ستبقى الرد عليها في حينها. الرفض الحقيقي سيكون لوجود قواعد عسكرية لحلف الناتو، سيكون لوجود قوات عسكرية لحلف الناتو على أراضي الدولتين بما يهدد الأمن القومي الروسي، وحينها ستتخذ روسيا كافة الخطوات التي تستطيع أن ترضع وأن تحمي أمنها القومي بما فيها يعني الأسلحة النووية وتحركاتها وأن تكون في أهبة الاستعداد. أنا بعتقد أن هذه الخطوة سترفع من أهبة الاستعداد لدى الدول وتزيد من عمليات زيادة التسليح في هذه المنطقة وتؤجج الصراع بشكل أو بآخر في منطقة بحر البلطيق وتزيد ما يمكن أن نسميه الاستعدادات القصوى من الجانب الروسي لدراسة هذا الأمر والاستعداد الدائم للتعامل مع أي حدث، خاصة ونحن نعلم أن الرئيس الروسي يتعامل دائما بالبدائل والبدائل البديلة، يعني هناك خطة ألف وخطة باء دائمة موجودة في عقل السياسة الروسية. إذا تم الانضمام سيكون العمل على الخطة البديلة وكيفية منع قوات حلف الناتو من التمترس على يعني أراضي الدولتين بما يهدد الأمن القومي الروسي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إسماعيل ترك خبير العلاقات الدولية. قام رئيس الوزراء الياباني فومو كاشيدا بتعديل تشكيلته الوزارية والتشكيلة التنفيذية للحزب سعيا لوقف تراجع الدعم العام وقطع أي صلاة مشبوهة بجماعة دينية بسبب مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو أبي. ويعمل كاشيدا في أن تمهد التغييرات المعتمدة الطريقة لإدارة مستقرة طويلة الأجل لمعالجة ما وصفه بأنه أكبر تحديات حقبة ما بعد الحرب بدأ من كورونا والتضخم إلى التدخل الروسي في أوكرانيا وتصاعد التوترات عبر مضيق تايوان. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في كينيا حصول كل من المرشحين الأوفر حظا نائب رئيس الرئيس ويليام روتو وزعيم المعارضة المخضرم راليا أودينغا على نسبة تزيد قليلا عن 49% لكل منهما، ويتعين أن يحصل المرشح الفائز على 50% وصوت واحد، مما يظهر احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيسيين اللذين يتنافسان على خلافة الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كانياتا. ومن المتوقع أن تصدر مفوضية الانتخابات النتائج النهائية في غضون أيام، وقد يصل الأمر إلى أسبوع. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تولي اهتماما لمعلومات موثقة تتعلق بدعم رواندا للمتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك خلال زيارته إلى كينشاسا ضمن جولته الإفريقية الحالية.
التوتر بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية تصدر محادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة الكونغولية كينشاسا. بلينكين أكد اهتمام الولايات المتحدة بالتعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أنه سيبحثها بالتفصيل مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في زيارته المقررة إلى كيغالي. نولي اهتماما بالغا بمعلومات موثوقة تفيد بأن رواندا دعمت حركة M23 على جميع الدول أن تحترم وحدة أراضي جيرانها، أي دخول للقوات الأجنبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يجب أن يتم بشفافية وبموافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهذا هو السبب الرئيسي لوجودي هنا. الولايات المتحدة لن تغض الطرف عما يحدث وتدعم جهود الوساطة الإفريقية المهمة للغاية. وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية رحبت بموقف بلينكين ودعت الأطراف الفاعلة إلى الانخراط أكثر لوقف دعم رواندا للجماعات المتمردة في شرقي البلاد. كما بحث وزير خارجية الأمريكي مع المسؤولين في الكونغو الديمقراطية قضايا الاستثمار والتعدين والمناجم والحفاظ على البيئة. أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ 29 مهاجراً، بينما لا يزال العشرات في عدد المفقودين بعد غرق أحد القوارب في بحر إيجه. وقال المتحدث باسم غفر السواحل إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قالوا إن قاربهم أبحر من مدينة أنطاليا التركية باتجاه إيطاليا، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن ناجين رغم عدم استقرار الأحوال الجوية وقوة الرياح. توقعت وزارة الصحة الفلبينية أن تحصل على لقاحات مضادة لفيروس جدر القردة بحلول عام 2023 وسط تزايد الطلب على هذه اللقاحات. وقالت الوزارة إنه يجرى التنسيق مع القطاع الخاص لشراء اللقاحات المضادة للفيروس، وأشارت إلى أن الأولوية ستكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية. يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 75 دولة حتى الآن، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وانت طفل عيطت، طبطبوا عليك وفهموك، احترت وسألت كتير، صبروا عليك وعلموك، وفي عز دقيقتهم اهتموا بيك وفرحوك. دلوقتي الدور عليك، اهتم بيهم، رعيهم وخاف على مشاعرهم، ما تجرحهمش مهما حصل. افتكر وانت صغير عملوا عشانك ايه؟ ساعدهم من قلبك وانت راضي، سندت عليهم وانت صغير، اسندهم لما يكبروا. هي دي اخلاقنا.
نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. رئيس الجمهورية الجنوبية يعتذر عن سقوط ضحايا جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد. ونتحول لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية ومجد القاضي مجدة. شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا. أهم ما لدينا: صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية حتى منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب. أهلا بكم مشاهدينا، أهم ما لدينا من أخبار عن الاقتصاد. صعدت مؤشرات البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين العرب، قابلتها مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 670.318 من المئة من المليار من الجنيه. صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 0.83%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.16% من المئة. أعلن صندوق مصر السيادية عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة على حصص أقلية مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة. شهد وزير البترول طارق الملا مراسم توقيع بروتوكول تعاون الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في أنشطة الوزارة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل. قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بجولة تفقد خلالها صوامع كوم أبو راضي بالواسطة لمتابعة سير العمل بمنظومة توريد القمح المحلي، كما تضمنت الجولة تفقد مكتب التموين المطور بشرق النيل وافتتاح السجل التجاري المميز وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة. سجل آخر أضيف إلى عشرات السجلات التي تم افتتاحها في السنوات الثمان الأخيرة. بندر بير سويف الذي كان على الموعد افتتح معه فروع 7 من تلك السجلات بأماكن أخرى لتلبية احتياجات المواطن من مكان واحد. لم نكن نستطيع أن نرى مثل هذا التطور. العملية مش مبنى، العملية مش شباك، العملية مش إضاءة، العملية وراء هذا المكتب تكامل قواعد بيانات كاملة لم نكن أن نحلم أن تتم، ولكن إصرار القيادة السياسية بالربط ما بين قواعد البيانات، المجهود الغير قابل للحساب من حجمه للربط ما بين هذه القواعد بعضها وبعض، حتى يمكن النهاردة نتكلم عن ميكنة حقيقية لخدمات. هناك مكاتب نموذجية بتقدم كافة خدمات وزارة التموين، سواء بطاقات التموين، الدمغة والموازين، وحماية المستهلك، إضافة إلى العلامات التجارية، ودي بتبقى مكاتب محورية كبيرة المساحة قادرة على تقديم الخدمة للجمهور كافة. السجل الذي أتبعه وزير التموين بافتتاح مركز خدمة مطور لخدمة ما يصل إلى 30,000 مواطن من قاطن المكان يأتي ضمن استراتيجية تطوير 600 مكتب تمويني. أنا عندي حوالي 49 مكتب تمويني على مستوى المحافظة وقراها ومراكزها، تم تطوير 11 مركز
خدمه مطور باحدث الاجهزه التكنولوجيه، وتم تطوير برضو بعض الادارات التمويليه الرئيسيه، تم تطوير 3 منهم وجاري تطوير الادارات الاخرى. لتستمر بعدها جولة وزير التموين على المجمعات الاستهلاكية ببني سويف وتفقد مطاحن مصر الوسطى التي تم تطويرها بنظام السلندرات في السنوات الأخيرة لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات. كل شركة قابضة والشركات التابعة بالكامل حاليا مميكنة، وبالتالي كل فروع الجملة وفروع التجزئة مميكنة تماما بنسبة 100%. حتى ان المبيعات التموينيه بقت اصبحت ممكنه بنسبه 100%، وده طبعا بيقلل موضوع السرقات نتيجه ان في شفافيه في عمليه البيع. لتنتهي الجوله بتلك الصومعه بكوم ابو رادي، والتي تدخل ضمن المشروع القومي للصوامع الذي تبناه السيد الرئيس، والذي زاد من الطاقه التخزينيه للقمح لتصل الى 3.4 مليون طن. احنا عندنا ما يقرب من 75 صومعه ما بين صوامع داخليه وصوامع طبعا المواني. المشروع القومي للصوامع قدر ان هو يقضي تماما على الهادر او الفائد من القمح اللي كان بيقدر في يعني تقارير كتير من 10 إلى 15%. بذلك تكون الجولة قد انتهت، لكن هناك الكثير من الإنجازات التي تمت على الأرض ليس هنا فقط بل بكل أرجاء الدولة. رغم أن الجولة قد انتهت، هناك الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، سواء بحياة كريمة أو الصوامع أو مراكز الخدمة، والهدف في النهاية هو خدمة قاطني هذه المحافظة. رمضان الشحات، النيل. عقد وزير الإسكان عاصم الجزائر اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمتابعة الاستعدادات لإجراء القرعة وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير منطقة مثلث مزبيرو، وذلك لحاملي عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها. وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة السكن البديل نهاية أغسطس الجاري خلال شهر من الإعلان. يقوم المواطن خلالها باستكمال الأوراق المطلوبة وسداد رسوم تركيب العدادات. وأضاف الوزير أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة العلنية للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات، حيث يتم خلالها تحديد الوحدة المخصصة لكل مواطن. وخلال شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة للمواطن وتحرير العقد الخاص به. بحث وزير الري محمد عبد العاطي مع القيادات التنفيذية بالوزارة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، ووجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات. كما وجه الوزير بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع قيادات الخدمات البيطرية وصحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية آخر مستجدات عملية التحصين من الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتأمين على الماشية. ووجه القصير خلال الاجتماع بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وصغار المربين مع زيادة الدور التوعوي لحثهم على الاستجابة لحملات التحصين من مسؤولي الصندوق بصرف تعويض للحالات النافقة المؤمن عليها فورا من أجل استدامة مشروع المربي، مطالبا بتوفير كافة اللقاحات البيطرية للحملات للتحصين مع تكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المربين في القرى والنجوع. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 2.4%، أي ما يعادل 51 مليون دولار، لتسجل 2,169,000 مقابل 2,118,000 دولار خلال نفس الفترة من 2021. وأشار التقرير إلى تصدر الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة من جديد للقراءة السياسية مع الزميل محمد عبد الله فإليه. شكرا لك يا مجد. في اليمن لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر في العاصمة صنعاء ومحافظتي حجة ومأرب جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة. وقال مسؤول محلي في صنعاء إن السيول والأمطار تسببت في تهدم عدد كبير من المنازل والمباني الطينية
وانسداد قنوات تصريف المياه، لافتا الى حدوث اضرار فادحه بنحو 500 منزل اثري في صنعاء القديمه المدرجه في قائمه اليونسكو. بذلك ارتفع اجمالي عدد الضحايا منذ بدء السيول في اليمن الشهر الماضي الى 59 شخصا. اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لشعبه نيابة عن الحكومة عن سقوط ضحايا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها. وأثرت الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات انتقادات بأن العاصمة تفتقر إلى تدابير كافية للسيطرة على الفيضانات. من النظرة الأولى قد تبدو هذه الصور لنهر أو بحر يمتلئ بالمياه، لكن النظرة الثانية ستكشف أنها لأحد الأنفاق التي غمرتها مياه الأمطار في كوريا الجنوبية على مدى الأيام الماضية. هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أصدرت تحذيرات من استمرار هطول أمطار غزيرة في أنحاء العاصمة والمنطقة المحيطة بها، وكذلك أجزاء من جانجون ومقاطعة تشونغ تشيونغ. كما رفع المكتب المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وطالب المؤسسات العامة والخاصة بتعديل ساعات عملها. وأظهرت بيانات أن 2800 منشأة عامة وخاصة على الأقل تضررت في أنحاء البلاد، حيث نزحت أكثر من 1100 أسرة. والأمطار المتساقطة منذ الاثنين الماضي هي الأكثر كثافة التي تسجل في كوريا الجنوبية منذ بدء التدوين في السجلات قبل 115 عاما، على حد قول الرئيس يون سوك يول الذي طالب حكومته إيلاء اهتمام خاص بأكثر الفئات تأثرا. وتراجعت شعبية يون إلى 24% منذ توليه السلطة في مايو الماضي، حيث يواجه انتقادات لعدم زيارته مركز الطوارئ الحكومي عند بدء هطول الأمطار الغزيرة. لكن صحفا محلية ذكرت أن غيابه يرجع إلى حدوث فيضانات في محيط منزله، الأمر الذي نفاه مكتبه مؤكدا أنه قدر البقاء في المنزل لأن فريقه كان قد استجاب للوضع. اندلعت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا تسببت في تدمير 16 منزلا وأحرقت 6000 هكتار من المزروعات وأجبرت نحو 6000 نسمة على إخلاء المنطقة. وشهدت منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا في يوليو حريقين هائلين دمر أكثر من 20000 هكتار من الغابات ودفعت نحو 40000 شخص إلى ترك منازلهم. وتعاني فرنسا مثل بقية أوروبا من موجات حارة وجفاف تسببت في حرائق غابات متعددة خلال الشهرين الماضيين. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد قليل نفوق حوت البلوجة الأبيض بعد انتشاله من نهر السين. من جديد إلى مجد القاضي وهذه المرة مع أخبار رياضة. شكرا لك محمد مجددا، أهلا بكم مشاهدينا. أهم ما لدينا، الزمالك يكتسح المقاصة بخماسية ويقترب من الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي. قالت السلطات الفرنسية إن الحوت الأبيض الذي تم انتشاله من نهر السين في وقت مبكر نفق رغم محاولة حثيثة لإنقاذه. كانت السلطات الفرنسية نجحت في انتشال حوت البيوجا التائه في نهر السين من الموقع الذي كان عالقا فيه. الحوت الذي يزن 800 كيلوغرام كان قد سبح إلى باريس بعيدا عن موطنه الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية قبل أن تقتاده السلطات المحلية داخل شاحنة مبردة إلى بلدة ويستريم الساحلية. وبهذا الخبر نصل إليكم إلى ختام هذه البانوراما، عودة لتذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي وأمير قطر يتفقان على دفع آليات التشاور لصون الأمن القومي العربي. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو حول قصف محطة زابوجية النووية، والأخيرة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الأزمة. nal.eg هو موقعنا على شبكة الإنترنت لمن أراد المزيد. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.